انا هبدا على طول مع دكتور عبد الهادي خضرو. خلينا نبدا مع حضرتك من الولايات المتحده دكتور عبد الهادي. يعني في انباء متتاليه حول فعاليه اللقاحات الامريكيه زي موديرنا زي فايزر اللي رفعت من اعلانها عن نسبه فعاليه لقاحها ل 95% مؤخرا. شايف الانباء دي ازاي؟ وهل العالم ممكن نقول انه بدا في طريق الاتجاه يعني لنهايه لكابوس كورونا او وضع نهايه لهذا الكابوس؟ اهلا بك يا استاذ ريهام. طبعا المتقدم السباق دلوقتي للفيروس هنا في امريكا المصل بتاع فايزر. وانا بقول هنا في امريكا لان ما فيش اي دواء سواء الديفلوبمنت بتاعته تمت في امريكا او خارج امريكا يسمح باستخدامه في امريكا الا لو عدى على الاف دي اي المنظمه الاغذيه والادويه. هم لازم الاول يعملوا له ابروفال. والمراحل بتاعت ان هم يعملوا تصريح لاي دواء بتاخد سنوات، انما دلوقتي بسبب الجائحه اللي احنا فيها فهم بيعملوا او بيستخدموا حقهم ان هم يدوا تصريح طارئ للاستخدام، بمعنى انهم بيدوا تصريح طارئ ان هم مش بيتغاضوا عن اي خطوات مطلوبه انما بيختصروها لحدود معينة بحيث أن الدواء يبقى مسموح به بسرعة. فايزر أول شركة قدمت على الطلب الطارئ للاستخدام للمصل بتاعهم. الابليكيشن بتاعتهم تمت يوم 20 نوفمبر والمتوقع أن منظمة الأغذية والأدوية تجتمع أيام 8 و9 و10 ديسمبر بعد ما يكونوا راجعوا كل الأرقام بتاعتهم والحقائق العلمية اللي هم بينظروا فيها عشان يدوا التصريح الطارئ ده، ومنتظرين قرار منهم يوم 10. بس الأجهزة في أمريكا هنا مش مستنيين القرار ده علشان يعملوا الاستعدادات لتوزيع الأدوية وتوصيلها للمستشفيات والأطباء. ازاي المصل هيتم توزيعه وتخزينه، كل ده موجود، واول ما هيطلع التصريح بالاستخدام يوم 10 هيبتدي immediately التوزيع على مستوى الولايات المتحده. طيب يليها في السباق فايزر طبعا. اتفضل. لا اتفضل كامل، هتقولي يليها في السباق ايه، لكن الاول لما بتقولي قبل ما تقولي ما يليها في السباق بعد اذنك دكتور عبد الهادي، بتقولي انه يوم 10 منتظر ان الاف دي اي هيئه سلامه الغذاء والدواء يعني الامريكيه تعطي التصريح باستخدام هذا اللقاح. طيب هل من الوارد انه لا تعطي؟ يعني حضرتك بتقولي المستشفيات والمراكز مستعده على طول اول ما يجي التصريح ان هم على طول يوزعوها، هل من الممكن، هل هناك احتمال الا تعطي الاف دي اي هذا التصريح ولا ده امر مستبعد؟ المقاسات بتاعتهم اللي هم بيدوا بيها التصريح ده معروفه، فكل الاحصائيات اللي فايزر محضراها دلوقتي المفروض انها متماشيه مع المتطلبات علشان ياخدوا التصريح ده، فالاحتمال ان هم يرفضوه قليل جدا، لأن ده بيحصل في حالة واحدة بس، لو الإحصائيات مش كاملة أو لو عندهم أي شك إن الإحصائيات دي مش حقيقية أو متلاعب فيها. وده احتمال ضعيف جدا جدا. يبقى المتوقع إن شاء الله يتم التصريح بيه.